ليه مش عايز تروحي للمدرسة؟ ليه؟ دي المدرسة جميلة يا بابا. لا المدرسة وحشة. جميلة ايه؟ يا بنتي. انت شفتي المدارس؟ ده احنا زمان ايام المدارس بتاعتنا كنا نبقى 50 طفل في الفصل الواحد. طب والكعبة احنا 50 طفل. والله 50 طفل فين؟ في المدرسة. انت 50 طفل في الفصل؟ اه احنا في الفصل. اه انتوا كمان 50 طفل في الفصل؟ اه مش عارف. طب اقول لك على حاجة، أوه. احنا الدكك بتاعتنا بقى اللي كنا بنقعد عليها كانت مكسرة ومعفنة طب ما ومليانة. احنا كده احنا كده. تقدر على دكك اه مكسرة؟ اه انت متأكدة؟ انا متأكدة والله. طب هقول لك على حاجة، الحمامات بتاعتنا كانت معفنة، يعني عارف ازاي اقول لك الحمامات؟ يعني كنا بندخل الحمامات واحنا اصلا مش طايقين الحمام. انت عامل زيي. الحمامات وحشة. فين دي؟ في المدرسة. في المدرسة اللي انا مدخلها لك الغالية؟ اه برضه كده؟ اه بص بقى الفلتر ده تحفة عليا. وحش جدا هو. ايه اللي وحش؟ بص جميل عليك. بص بص. لا وحش. يعني عليك يا بحال؟ اه طب ورينا كده. بص القمر. بص البرنسيسة. وحش بالقمر والانسيتا. وحش. اه فين القمر ده؟ اهو 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 طلع لك القمر اللي بيطلع في النور.